نروح دلوقتي بقى لأول فقراتنا، أخبار الناشئين في الصحف، أخبار الناشئين في الصحف والمواقع. هنبتدي معانا أول خطأ، أول خبر، الكابتن محمود الخطيب بيقول العمل بقطاع الناشئين يجرى وفقا لأحدث أساليب التدريب العالمية. بروكيتش يتابع شباب الأهلي أمام إنبي من على السطوح، وإحنا شايفين اللقطة دي وهو على ظهر المبنى الإداري في قطاع الناشئين ومعاه الكاميرا الخاصة بتاعته اللي بيصور بيها كمان المباريات علشان يقف على أخطاء اللاعبين واللاعبين في الملعب، عشان دي مهم جدا لتصحيح الأخطاء بعد المباريات. أهلي 2006 يفوز على سموحة بهدف في بطولة الجمهورية، جاء هدف الأهلي عن طريق اللاعب يوسف السيد في الدقيقة 49 من عمر المباراة. تأجيل موعد انطلاق مسابقات الناشئين والبراعم بالقاهرة، هتنطلق المسابقات إن شاء الله يوم 18 ديسمبر الجاري بدلا من 11 من الشهر ذاته.